وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة، مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. نرحب بك في نشرة الثالثة. طبعا بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة من خلال السجون المفتوحة، مرحلة بالغة الأهمية في إطار تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة. ما هي القيمة المضافة لهذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليكم بالخير، وبداية حاب أشكركم على هذه الاستضافة اليوم. طبعا عهدت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بتوجيهات من سيدي صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، وتم البدء ولله الحمد بالمرحلة الثانية من برنامج السجون المفتوحة، حيث تعد هذه المرحلة مرحلة بالغة الأهمية، إذ تم اعتماد أفضل المعايير العالمية لتأهيل المستفيدين من البرامج وتقديم البرامج الإصلاحية لإعادة إدماجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع بتفاؤل للمستقبل إن شاء الله. وطبعا تقوم الإدارة العقوبات البديلة بالعمل على تطبيقات متطورة لتوفير البرامج المناسبة لاحتياجاتهم، وذلك للوصول إلى التأهيل وإلى التدريب الأمثل. ويعد هذا البرنامج طبعا بلا شك ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يعد متوافقا طبعا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث لاقى ترحيب واسع في المجتمع لله الحمد. ويكفي عندما شاهدنا فرحة أهالي المستفيدين وشعورهم ببدء انخراط أبنائهم في المجتمع. نعم. تدريجيا طبعا. نعم، إذا سعادة الشيخ خالد، إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع هدف أساسي للمشروع. هل تكفي البرامج التأهيلية المطروحة لإعداد المستفيدين للعودة للمجتمع مجددا؟ نعم، عملت إدارة العقوبات البديلة على إعداد برامج تأهيلية وتدريبية في مبنى السجون المفتوحة للمستفيدين من البرنامج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين ومركز ناصر للتأهيل والتدريب، وأيضا عدد من إدارات في وزارة الداخلية، حيث أن هناك عدد طبعا المستفيدين أيضا حاصلين على مؤهلات علمية وعملية، وكذلك في مجال الرياضة أيضا. وتعمل الإدارة على إعادة تأهيلهم بشكل سليم وبصورة حديثة ومتطورة، وذلك للانخراط من جديد في سوق العمل والمجتمع، والمضي قدما إن شاء الله في الحصول على درجات علمية أعلى. وتكثف الإدارة أيضا عملها بشكل مستمر وفق معايير عالية، وذلك لإعداد المستفيدين وتأهيلهم للحصول على وظائف إن شاء الله في المستقبل. نعم. تكون ملائمة لمؤهلاتهم، والاندماج من جديد إن شاء الله في المجتمع بشكل سليم. نعم، إذا سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة، مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.